زيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ أسامة أنا خلاص سرقت القناة منه، تمام، وسرقت الأكل ده كله منه. ده أكلي أنا، أكله كله لوحدي. جايبين النهاردة شاورما. يا جماعة يا جماعة يا جماعة، الأكل جعان. شكرا 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 شكرا. مروة مروة عمرها ما تقدر تاكل من غيري، صح؟ أقدر أعتقد أقدر تقدري عادي. تاكلي كل ده، ايه حرام عليكي. المشكلة؟ هاكل دلوقتي 2 وهسيب 2 اتعشى بيهم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الحمد لله الحمد لله. النهاردة قلنا هنجرب حاجة مختلفة، صح؟ روعانة. يس، قلنا بما انكم بتحبوا الأكل والناس اللي شافت الفيديوهات اللي فاتت ارجعوا واحنا كمان للقناة. بنحب الاكل. مفيش حد ما بيحبش الاكل تقريبا، بس في ناس ما بتعترفش بالموضوع ده. فقلنا بما ان في اقبال على موضوع الاكل، ليه لا، احنا بنحب الاكل، ودي يعني صفة مشتركة بيني وبين مروة، دي يعني حقيقة. رقم واحد في حياتها. قصدك ايه؟ قصدك ان انا تخينة؟ لا والله قصدي ان انت بتحبي الاكل، ايه المشكلة يعني. حاسة كده في تلميحات. بالمناسبة ممكن تتفرجوا على فيديو حواوشي للناس اللي بتحب الحواوشي، هتلاقوه هيظهر لكم هنا او جميل هنا. قوي. ومشويات عملنا اكل ايه تاني؟ مكاوي، مكي، مكي مشويات مكي مكي، وايه كمان، حضرموت. حضرموت اخر يلا فيديو لازم تتفرجوا اتفرجوا على عليه. حضرموت. يلا جميل، اتفرجوا مش هنطول عليهم، صح؟ يلا بينا. قولي لنا بقى احنا عاملين ايه النهارده. النهاردة طبعا احنا بنحب الشاورما، بنحبها جدا. بجد تحية الناس بتحب للشاورما وكل السوريين واللي بيحبوا الشاورما الشاورما. السوري يعني، طبعا يعني تمام. فاحنا اوكي النهاردة عملنا ايه؟ جبنا من 4 مطاعم مختلفة، يعني على مستوى الزقازيق مشهورين بان هما مشهورين بالشاورما، فهنجربهم مع بعض الـ4 ونشوف كده، نقول مين احلى، مين سندوتشه اكبر، مين سعره اغلى، مين مش عارفة ايه. هنشوف سوا، مفيش حد ماشي. هياكل لوحده هنا، تمام. اوكي. معانا ايه بقى يا اسامه؟ احنا ايه، شو اسمه؟ ورد الشام. اتفضلي بقى انتي افتتحي اليوم. ورد الشام، نشوف ورد ايه الشام. اللي طب نعين الباقي على جنب يلا عقبال ما نفتح ورد الشام. يلا بينا. معانا ورد معانا يا الشام. جماعة ورد الشام، ماشي. ادي الساندوتش اهو، محتويات الكيس، الساندوتش والتومية، تمام. بنعمل انبوكسنج. نعمل نرمي بقى الكيسة دي على جنب، تمام. اوكي. محتاجين معانا الطباق بتاعتنا، طلعهم من نيش والله يا جماعة، والله حقيقي أول مرة أشوف الحاجات دي. من قلبي كده من جوه، تمام. ادي الساندوتش اهو، هذا ساندوتش ورد الشام. ورد الشام، اوكي. حجمه مش عارف، معقول ولا معقول حاجة؟ يعني متوسط، مع ان احنا جايبين سندوتش كبير. ده كبير يا جماعة، ده السندوتش الكبير. ده اوكي سندوتش خش على اللي كبير. بعده. افتح اللي بعده. اه اوكي، اللي بعده معانا نور الشام. اوكي اوكي محتويات الكيس. حلو قوي محتويات الكيس دي. 1 تومية، اوكي، 1 سندوتش شاورما، حلوة أوي. سندوتش شاورما يعني أطول يعني، صح؟ أطول شوية بس أرفع شوية، بس أرفع ولا أطبع شوية؟ حلوين، تمام، قشطة. معانا، أنا جعان، أنا كمان جوعت جدا. يلا معانا جود الشام. أوكي أوكي محتويات الكيس. محتويات الهدية، سندوتش برضو الكبير، بس يعني هو طالبين كله كبير يا جماعة، احنا ماشي طالبين كله نفس المقاس يلا. اهو. سندوتش انا بس عايزة نفتكرهم. اوكي ده ورد انا الشام، عرفت ده نور الشام، ده جود الشام. اوكي كمية شام كتيرة قوي. معاهم تومية سبايسي، سبايس. اوكي حلو قوي. معانا ايه كمان؟ معانا طقطق. اوكي يلا. محتويات ايه ده؟ ده ما عندوش محتويات ده، بص. ما عندوش، حاطط المحتويات كلها في الكيس. ده ما عندوش غير ده، مش بيقدم يعني، ما عندوش غير الساندوتش بس، ما هو عشان مش بتاع شاورما، مش بتاع ما طيب فيش توميه. اوكي نبتدي سريعا كده نقول لكم ده الاختلافات السريعه على مستوى الشكل. طبعا باين ان طقطق اضخمهم واثقلهم وزنا، وده سعر الساندوتش 28 جنيه.
عندنا ده مين يا مروة؟ نسيته والله. آخر واحد نور الشام، اخر واحد نور الشام. ده لا مش اخر واحد نور الشام، جود اخر الشام، واحد جود الشام، ده جود سوري. الشام، معلش يا أولاد الشام. جود الشام ب 27 27 برضو، ده الكبير، ده نور الشام ده نور الشام اللي هو اطول واحد تقريبا، ب 27، 27. تمام، وده ورد الشام، أوكي، اوكي ب 26، ورد الشام 27، 27 26، 26، أوكي 28، جود الشام ونور الشام الاثنين 27، ورد الشام أوكي 26. المهم احنا مش هنطول عليكم كفاية عشان اوكي ناكل بقى، فاحنا هنجرب دلوقتي، تمام كل واحد فينا ياخد نص من البتاع ده، مروة هتقطع يلا بالعدل، الرجل ياكل أكثر، يلا نجرب ورد الشام، يلا بينا، نقطع يلا، اهو بالعدل. والله أنا خايف من العدل ده يا عم عدل، أوكي تمام ماشي، بسم الله، فلتبدأ. فلتبدأ كل البطون. دي كانت تومات ورد الشام، برضو نفس نجرب. التومات. اوكي يلا بينا، يلا بينا. انا هبتدي اكل، بسم الله. انا بحب اجرب الحاجة من غير اي بص اضافات احنا ممكن طبعا. نوريهم برضو شكل السندوتش اهو من جوه، ده ورد الشام يا جماعة، بسم انا الله. هاكل وريهم انت. جميلة بس عجبني، فيها نكهة ناقصة. فيها نكهة ناقصة، انا عجبني ان هو سباي، احنا طالبينهم كلهم سبايس يا جماعة، عجبني ان هو السندوتش يعني الفراخ اللي فيه طعمها حلو، دي اول هم، ممكن بس تعليق ان مش عارف كمية زيت زيادة شوية، مش عارف، انا حاسس ان هنا في شوية زيت، بس انتي رأيك ايه يا مروة؟ انا رايي نكمل اكل. لا انا حاسه ان في نكهه كده بتبقى الشاورما مميزه بيها، شويه قليله مش موجوده قوي، هو كمية بس هو كميه حلوه. كمية انا هي دي مشكلتي، بس ممكن منديل يعني، ما بحبش الحاجات اللي فيها زيت يعني كتير، يعني الحاجات اللي ممكن تكون يعني ممكن تكون طعمها حلو وكل حاجة، بس الزيت ده بيقفلني من الأكل، فأنا أعتقد إن ده تعليق الوحيد على موضوع الساندوتش، هو طبعا صغنطط قوي، بس كمية اللحمة أعتقد معقولة، هو حل كتير والسبايسي حلو، السبايسي فيه حلو، يعني. مها ممكن تديله كام؟ أديله ستة ونص من الفرنج ده، هو بس محتاج يزود النكهة بتاعته، بس هو غير كده حلو. انا حتة الزيت دي مش حاسة بيها قوي، الملح مظبوط، الحاجة مستوية حلو، أعتقد يعني إن قطع انت السندوتش بعد ده نور الشام، أوكي ولا قطعنا لو عايز. بحاول ابقى حقاني، يعني انا ولا حقانية، بحاول، لا انت حقانية طول عمرك يا حبيبتي، وريني كده معلش الحق، بص الحق، فارق سنتي. مش باين، بص والله زن، بص فارق سنتي، معلش اهو السنتي اهو، عشان انا قمت بعمل جبار. انا هاخد صافي سنتي زيادة. اوكي انا هاخد ده، ما انا لو شبعت هياخد الباقي كله. هاخد الباقي كله، اوكي هنبدأ. نور الشام شكل الوتش اهو، يعني هنا شوية في الوان حلوة، مش عارف حاطين بطاطس، لا مش حاطين بطاطس، نجرب بقى نور الشام يعني من الاماكن العريقة في الزقازيق، نفتح شر. تقريبا اول حد ده دخل شام سوري ولا مش اول؟ لا مش فاكر مين دخل. دي التومية بتاعت نور الشام، يلا بينا. حلو، الشطة هنا أعلى يعني متوصيين بالشطة، بس الفراخ هنا ناشفة أكتر من ورد الشام، صح؟
حاسه كده؟ لا انا عندي مشكله تانية، انا ايه؟ مش حاسه الموضوع ده، الموضوع فرق. يعني ورد الشام النكهه فيه اقل، التوابل بتاعته اقل، ده التوابل بتاعته كتير قوي، يعني ده قليل وده كتير قوي. انا عندي بقى النقطة بتاعت هو مزود الشطة قوي. يعني انا حاسه بطعم الحبهان قوي، فلفل اسمر كتير، بس لا موضوع الفراخ انا حاسه ان هو كويس. انا انا هدوق التومين لوحدها. عجبني ك يعني الكمية هنا اكتر تقريبا من وهو اطول، يعني هو الساندوتش كان هو ده الساندوتش الاطول. اطول وكمية اللحمة فيه اكتر. يعني فراخ، احنا طالبين كله فراخ يا جماعة عشان احنا بنحب الفراخ ومش نباتيين ابدا، فعذرا الناس النباتيين بيتفرجوا على الفيديو بيحاولوا يراجعوا نفسهم ما يعملوش كده. التومية أحلى. ممكن تيجي شوية هنا؟ عشان تاكل سندوتشي؟ لا أوكي. تومية صح، بتاعت نور الشام أحسن. يعني مظبوطة أكتر. أنا مش متضايق من السبايسي كتير يعني، بس في ناس ممكن تكون بتحب السبايسي بدرجة معينة، فأعتقد دي عالية فأنا بحبها كده، فقشطة مش متضايق يعني. كنت لسه عايزة أقول لو ما جربتوش فروتس ليمون نعناع لازم تجربوها، ان هي عظيمة جدا. الحاجة الوحيدة اللي ممكن اروح اشتريها من المشروبات الغازية. ما اتكلمناش عن العيش. وهنا ليه حاسس برضو ان العيش شوية ناشف لا صح؟ بتبذل مجهود. يعني تحس ان هو ورد الشام كان أرق، يعني بيتاكل على طول، بس الطعمية حلوة قوي. لا، نور الشام عظيم بصراحة. بس يهدي النكهة، ممكن، توابل شوية. وانا عاجبني ان هو السندوتش ما فيهوش زيت خالص. انا حاسس ان انا ما يعني في سندوتشات ممكن طقطق، اعتقد هيبقى من الناس دي الزيت كتير جدا، او يعني انا بقلق من الحاجات دي، ما بحبهاش يعني، تبقى لان هي ما تخلينيش اكل براحتي، فاهمه؟ تعال نروح لسندوتش تاني. انا قطعت بصعوبه جدا. ما تنسوش الناس اللي لسه بتتفرج معانا، في مسابقه مهمه جدا عشان وصلنا ل 5000 مشترك، لازم تشتركوا في هذه المسابقه، في جوائز كبيره جدا جدا. المايك اللي احنا بنسجل بيه ده هيبقى هديه، يعني هنجيب واحد هديه للناس اللي معانا. في شنط، في ايه تاني مروه؟ في طرح للبنات، في كل حاجة، في ميك اب، في حاجات هاند ميد. انا هقدم لكم حاجة تتلبس اوفر سايز، وفي عضوية مجانية من اليفيت، يعني في حاجات كتير. حاجات هنعمل فيديو كتيرة. مخصوص للموضوع ده، ناكل بقى ونكمل. انا رأيي نجرب جود الشام. هنجرب جود الشام، هو طبعا يعني باين اولا قوي ان هو هو اصغر سندوتش، يعني اصغر سندوتش في الطول وفي الرفع وفي كل حاجة، بس متبقي ان احنا نقول طعمه. بس الفراخ بتاعته كويسة. لسه مش عارفين كويسه. قصدك في الايه الكميه يعني اللي انت شايفاها؟ اعتقد هنشوف بقى. لا انا كنت محتاجه افصل بميه او بيبسي. هو انا حاسس، بص، هما التلاتة كلهم طعمهم مختلف عن بعض، مفيش يعني مفيش فعلا حاجة شبه التانية. مفيش حاجة شبه التانية يعني. جود الشام الخلطة اللي هو عاملها مع الشاورما مع الفراخ مختلفة مختلفة عن اللي فاتوا كلهم، يعني اعتقد ان الصوص اللي محطوط والحاجات دي اكبر او اكتر حاجة لحد دلوقتي هو طيب. ورد الشام صح؟ العيش بتاعه كويس فعلا، النكهة بتاعته مختلفة، بس يعني يعني موجود نكهة، لا هي قليلة ولا هي عالية. بس انا لحد دلوقتي استطعمت الشاورما بتاعت نور الشام اكتر.
بجد الفراخ يعني اكتر في الكمية حتى الان. يعني قدرت تلاقي. جربوا جربوا السبايسي ده، اه التومية بتاعته بيعمل تومية سبايسي حلوة اوي. خطيرة خطيرة، تعجبكم جدا. احنا بقى طبعا بنحب الحاجات سبايسي، فالموضوع افضل بالنسبة انا عندي تعليق برضو على موضوع العيش، حاسس ان هو يعني فاهمة لما يبقى العيش فيه لون ابيض كتير قوي كده، ما تدلعش على النار شوية، ما تعذبش على النار شوية. ممكن تبصي على طقطق هتلاقي ان اللون الاحمر بتاع العيش ده انا بحبه، لكن الابيض بحس ان فيه مشكلة عندي. انت دلوقتي اديت ورد الشام 6.5، نور الشام 8. نور الشام 8، جود الشام بمعنى ده. سبعة. طب انت ما قلتيش اصلا. انا حاجاتي قريبة من كده، بس انا يعني هختلف معاك شوية. يعني انا بالنسبة لي ممكن ورد الشام ياخد 6.5 7. بالنسبة لي جود الشام ممكن ياخد تقييم اعلى شوية من نور الشام. ليه بقى؟ بس هو محتاج يكبر السندوتش شوية، مش صغير. لا انا مش عايزين عاجبني موضوع ناكل. العيش بس. جود الشام عاجبني النكهة، هي مختلفة، كل واحد فعلا له نكهة مختلفة، بس هو نكهته مظبوطة. اللي هي زيادة، انا حسيت ان نور الشام شوية زيادة، لكن ده متوسط، ده مظبوط، بس مختلفة، كلهم مختلفين من بعض. هنضطر نعمل انا مش قادرة. لا اعمل كده، بص اعمل كده. اوبا. هنحاول ان احنا احنا بس بنفصل عشان حاسه ان التست عندي هيبتدي يبوظ. خلاص اخر سندوتش. اخر سندوتش لازم صوره طبعا، طقطق من طقطق تحديدا. ساده، عشان ما بحبش البصل، ما بحبش الحاجات ال، فهو حاططها وريني كده شكل فراخ السندوتش ساده، ثانيه واحده، فراخ بس ما فيهاش اي حاجه تانية. السندوتش طبعا باين ان هو اضخم. طبعا هو اتخن واحد، ايوه يعني هو في نفس الطول بس اتخن واحد. ضخم ضخم الجثه. تعال مش قادره بطني بس معلش. لازم احنا عندنا شغل يا هانم. طبعا طقطق ما مش باعت معاه اي حاجه، فاحنا بنتصرف بقى يعني، نتصرف من الاخرين. اول ملحوظه على طقطق، الشاورما بتاع طقطق عموما، ان هنا انت حاسس ان انت بتاكل شاورما بيتي شويه، يعني حاسس ان هو ان امي اللي عاملاها. بس تطعم السبايسي فيه، السبايسي فيه موجود، كمية الفراخ اكتر، بس مش عارف، لسه هجرب برضو. ده طعم تاني، بس هو اقرب لنور الشام بجد؟ قريب شوية، بس برضو طعم رابع، ده حاجة تانية، تتبيلة تانية خالص. مش عارفة اقول ايه. هو برضو عجبني. بجد؟ يعني انا بالنسبة لي العيش كويس جدا بالنسبة لي، يمكن احسن واحد فعلا عامله عيش كويس. كمية الفراخ طبعا اكبر واحد تقريبا هو كمية الفراخ. بس التتبيلة حاجة تانية برضو، داخلها شوية نكهة فحم شوية، ولا مش حاسس بكده؟ لا مش حاسس بكده، بس لا انا عندي برضو نقطة الزيت هنا في زيت زي ورد الشام. اقلهم زيتا كان نور الشام. بصوا هما الاربعه حلوين، يعني انتوا محتاجين تجربوهم عموما، بس هتلاقيني انا بفضل حاجه ومروه بتفضل حاجه، وانت هتلاقيك بتفضل حاجه، وانت هتلاقيك بتفضلي حاجه. لو شايفين ان في مطاعم تانية تعمل شاورما حلوه جدا غير المطاعم اللي احنا قلناها، اكتبوا لنا في التعليقات وقولوا لنا لا جربوا مطعم فلان الفلاني، سواء في الزقازيق او بره الزقازيق يعني عموما، واي اكلات تانية انتوا حابين ان احنا نجربها برضو قولوها لنا.
هي الفرق كده، عارفين لما تاكلوا حاجة وتحس ان هي شعبية، شاورما الطقطق. الشاورما بقى بتاعت نور الشام انا حاسس ان هي تاخد رقم واحد، وبعد كده طقطق، وبعد كده جود الشام، وبعد كده ورد الشام. والله انت بقى ترتيبك ايه؟ انا مش عارف. لا، انا قصدي جود الشام وطقطق. جود الشام وطقطق واحد، بعد كده بعد كده نور الشام. 3 نور الشام، بعد كده 4 ورد الشام. اعتقد وجبة لطيفة يعني، لو انتم من هواة التغيير يعني ممكن تعملوا زينا كده، تطلبوا واحد هنا هنا، واحد من هنا واحد من هنا، واديكم بتجربوا اطعم مختلفة وبعد كده بتقرروا. انا تعبت ما تعبت مش بجد. عارف تعمل ايه يا حبيبتي يا هاجي. اخر حتة بس، يعني احلى واحد في التومية حقيقي هو نور الشام، وبعديه جود الشام. كلت كل اكل طبعا، انتوا شاهدين على الكلام ده، لان هو مش اول مرة ياكل اكلي. مرة كام؟ من شاب شربي. لا بس اكل حلو قوي الصراحة، حاسس ان انا مش عايزة اشرب، خلاص شبعت انا شبعت شبعت بقى. جدا. لا احنا درسناها قوي صراحة. لا لا، شبعت قوي قوي. اليوم بقى تنسوش بقى تعملوا لنا شير وسبسكرايب، احنا مش قادرين نتكلم من كتر اللي خلاص بقى كده بننام. تنسوش تعملوا لنا شير وسبسكرايب وتدعمونا وتشاركوا في المسابقة عشان تكسبوا جوائز. هتبقى نعمل فيديو واحنا بنسلمها، تمام؟ اطلعوا معانا في الفيديو اللي بنسلم فيه الجوائز، تمام؟ شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم وشكرا ل 5000 مشترك. ان شاء الله الفيديو ده يوصل لناس اكتر ومنشنوا اصحابكم اللي بيحبوا الاكل، عشان الفترة الجاية هنعمل فيديوهات كتير جدا عن الاكل بما انكم بتحبوا الاكل. صحتك، باي باي.